فقرة واتساب اليوم مع نجمة عربية، مع فنانة بتحبوها كتير، ممثلة، وكمان في نقول مقدمة برامج بالسابق، ونحن ناطرين أن تكون هي بلبنان. النجمة العربية الممثلة القديرة مادلين طبر، شكرا على الواتساب أوديو وخلينا نسمعه سوا. هاي سيرج، أنا مادلين طبر، بسلم عليك كتير، مبسوطة إنك عم تعمل بروجرام جديد نكست، وإن شاء الله موفقين. او تي في دايما منوره بالشباب وبالافكار. حتفرج على البرنامج كتير، وانا بمصر للاسف السنه يسموني ملكه الاعتذارات لاني اعتذرت عن مسلسل محمد رمضان دكتور جمال العدل اللي هو نصر السعيد، وايضا المخرجه هاله خليل الدكتور يحيى الفخراني المسلسل الثاني. ما عاد في قول موافقه الا على ما يثير في اول شيء رغبه اني مثل، لانه كثير مثلت اعمال مع كبار النجوم وادوار مؤثره، فان لم يكن الدور اضافي لي وللجمهور اللي يعني بينتظر وبيحترم لما بيشوفني بقول في شيء حتعمله مادلين. ماني ضد اني اعمل دور ضيفة شرف، عملتها مثلا مع الزعيم عادل امام، بس انا كنت بطلة الحلقات اللي انا فيها، كنت محور القصة. بتمنى لك التوفيق. نكست او تي في بتجنن يا سيرج. تحياتي مادلين طبر من القاهرة.